نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو بني مسجد للمباهاة والتفاخر والتمايز عن بقية المساجد الأخرى في البلد، فهل تجوز الصلاة في هذا؟ نعم تجوز الصلاة فيه، والإثم على صاحبه، ما عليك ولا تدري عن نيات الناس، أنت لا تدري عن نيات الناس، وش يدريك أن هذا مبني للرياء والسمعة؟ ما خلفت بهذا، فما دام أمامك مسجد مهيأ تصلي فيه والحمد لله، والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا تسيء الظن بالناس أيضا، لأن يعني بعض الناس يسيء الظن بالمحسنين، يقول ما عمل هذا إلا رياء، ما عمل هذا، مثل ما يقول المنافقون في الصحابة، هذا رياء، هذا لما جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا هذا رياء، ولما جاء رجل بصدقة قليلة قالوا والله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا نسيء الظن، نكل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.